السلام عليكم خوتي خواتاتي وأعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معايا في الجزء الثالث ديال الصقر أو الطائر شاهين أو بوعميرة اللي كنسميوه هنا في كازا بوعميرة، وفي منطقة الشمال كيسميوه سيوانا والعرب كيسميوه الشاهين أو الطائر الجارح. هذا الجزء الثالث، غادي نقدم لكم حتى روتيني اليومي مع الشاهين، أيه روتيني اليومي، وفي نفس الوقت حديث ومغزل. يعني الناس اللي ما شافوش الجزء الاول ديال الشاهين او الجزء الثاني غادي نعطيهم بعض المعلومات. علاش كنقول لكم حديث ومغزل؟ نتوما كتشوفوا المراحل ديال النمو وفي نفس الوقت تاخذوا معلومات، يعني ما يمكنش انه فيديو نديرو غير هكاك خاوي وصافي، يعني تاخذوا معلومات. الشاهين او الصقر الجول او بوعميره او الطائر الجارح هو طائر عالمي من فصيله ديال الصقريات. الحجم ديالو تقريبا بحال الغراب، والانثى كتكون كبيره من الذكر. كيكون الغذاء ديالو اليومي، يعني هو من الفصيله ديال الجوارح، هو من الطيور الجارحه كيتسمى حتى هويا. كيتغذى من طيور متوسطه والصغيره والزواحف وحتى الحشرات، راه ما كيخلي ما كيجيب. كنعرفكم شويه على الاسم ديال شاهين. الاسم ديال شاهين كيطلقوه العرب منذ القدم، يعني كيسميو الاولاد ديالو، الذي كيرمز الى القوه والجبروت، ومازال حتى اليوم كيسميو الاولاد ديالهم على هذا الاسم هذا، وكثريه خاصه الناس اهل العراق والخارج العربي. وكثير من الاسماء يعني كنسمعوا اللقب ديالو شاهين. ندوزوا للمرحله ديالو، يعني البلوغ ديالو كيكون حتى كيكمل عام، ومن كيكمل عامين عاد كيبيض. يعني كنتمنى يكون الشرح وتكون المعلومه تاخذوا بها بعين الاعتبار. كيعيش هاد الشاهين او بوعميره كيعيش دائما في الاجراف الصخريه وفي الاشجار العاليه، ولا دابا كيعيش حتى في المباني العاليه. في الخمسينات والستينات كانوا داروا في امريكا، كانوا كيرشوا بواحد المبيدات يعني، وكان شي شويه على وشك الانقراض، عاد دخلوا شي جمعيات وداكشي وحبسوا هاد المبيدات. وعليها هاد بوعميره او هاد الطائر شاهين هاجر، ودابا ولينا كنشوفوه حتى في البنايات العاليه كما كتشاهدوه عندي الان مباشره وحصريا في الشرجم عندي، حيت هو كيختار البلاصه العاليه. والطائر شاهين هو ما كيبنيش العش ديالو، هو كيقلب على الاعشاش اللي كتكون موجوده، ما كيبنيش الاعشاش ديالو. هو اسرع طيور في الحركه، هو اسرع طيور حركه في العالم، وكيحقق واحد السرعه ما بين 180 حتى 200 كيلومتر في الساعه، يعني تقريبا ما بين 112 ميل في الساعه. واللاتينيين كيسميوه باسم فلاغون، هي الكلمه اللاتينيه عفوا، والمعنى ديالها هي المنجل. بالفعل المنقر ديالو راه منجل، حيت انا اللي كنكون مقربه له في الوسط ديال المنقر ديالو كاين واحد البلاصه بحال الشكل ديال المنشار. علاش كتجيني منه؟ يعني كتجيني منه انا الخوف. وكيعيش المده ديال العيش ديالو كيعيش 15 عام ونص، كتراوح النسبه الوفيات ديالو ما بين 59% وحتى 70% عند الشواهين البالغين. هادو اللي بالغين هما اللي كتهاد النسبه ديال الوفيات، هما اللي عطيتكم. كيتزوج هو مدى الحياه، يعني هذاك الشاهينه ديالو اللي كيتزوج بها كيبقى معها مدى الحياه يعني. والمرحله ديال الزواج ديالهم انا حضرت عليها بام عيني، يعني ما عنديش، دائما كنقول لكم راه كيكونوا شي لقطات، ما عنديش شي كاميرا هكايا اللي غادي نخدم لكم بها مزيان وداكشي باش تكون، وداكشي كيجي عن صدفه. انا شاهدتهم كيقوموا بالعمليه ديال الزواج، وقبل ما كيتزوجوا يعني داك المرحله كيبقى يتودد ليها، وكيجيب لها هدايا، اما يجيب لها فير ولا طوبه، ولا هو جاب لها فرخ، وانا شفتهم بعيني يعني جاب لها فرخ يعني. والبلاصه اللي كيتزوجوا فيها واللي كيبيضوا فيها اول مره هما اللي كيبقاو يزوروها دائما، والانثى هي اللي كتختار العش ديالها.
سبحان قدرة قادر. يعني انا قلت لكم هذه وقلت لكم هذه تقريبا شي عامين كنت لقيت واحد في السطح يعني يلا كيتعلم الطيران، وكنت بقيت كنوكلو وتهليت فيه. اكيد واقيلا هو اللي عقل على البلاصه ورجعوا باش يبيضوا فيها يعني التبيض ديالو حتى كيكمل عامين. لله في خلقه شؤون. هانتوما كما كتشوفوا هنا كتشاهدوا معايا دابا ما بقاش كي دابا كنعطيهم الماء، ما بقاش كي ما بقاتش هاد الانثى كتحضن على ولادها حيت ولاو كبار. كتشاهدوا ما كدوز 3 ايام 4 ايام انا اللي كنعطيها الماء حيت كنحس بها بحال عطشانه وكنجيب لها الماء. كتشاهدوا شوفوا الحجم ديالهم هنا باقيين شويه صغار، وشي شويه راه غادي يبداو يكبروا يعني مراحل كيبقاو يكبروا يعني ما بين حتى هما 4 ديال يعني تقريبا شي 42 يوم حتى 46 يوم كيكبروا بسرعه يعني حيت هما لحميين تبارك الله كياكلوا البروتين ما كتنوع لهم. الاب هو اللي كيقوم بهذا الدور كيجيب لهم الماكله كينوعوا لهم في الماكله، وحتى انا اللي قدرني عليه الله راه كنعطيه لهم. شوف كتطعم الاطفال ديالها وكاينين واحد 3 عفارت عليها سميتهم طلقت عليهم الاسماء كما كتشاهدوا. وغتشاهدوا معايا شي شويه انني درت روتيني اليومي وبتلقائيه انا وبنتي. خلينا داك المقطع يعني ما كناش غير تلقائيه وحنايا صورنا داك السحاب لي انا طفات هذاك وانا كنخليه حيت شحال من خطره كتجيني شي زعما واحد اللقطه ما غاديش نلقاها نهائيا واخا نبقى نحضي ما كنلقاهاش. شوف كيف هما جيعانين بزاف وتبارك الله كياكلوا بزاف يعني نهار على نهار ولاو كياكلوا كميه اكثر كيظهر لي فيهم العجب. من بعد ما كلاتهم وكلاتهم عفوا نعسوا والله الا كيديروا لا سيست دائما كياكلوا سبحان الله كيضربوها بواحد النعسه. راه عندي شي فيديوهات ناعسين ما كيتحركوش بحال ميتين الحقيقه. هذا الشيء غريب وكتشاهدوا ان رجليهم راه كتكون طويله. انا بغيت نهز واحد ولكن ضربني برجله. صبري 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 هذا طاح عليك حيدوه من هنا هاكا داك الجن نتا يا قوي هاكا الضعيف. الام ماشي اللي حدا هي اللي حداك هي الام هي هذه تفضلي قلت لي صغوره ما تقري صوري 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 هذا 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 شقيق وهذا صقر وهذا سيف. شوفي واحد مسكين كيبقى بوحدو راهو في القنت. هذا الضعيف هذا كنخاف منه هذاك هذاك والجناح حتى ولا تعلم ياكل هذا تعلم ياكل ونتايا ونتا الملعوق هاك 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 يا حبيبتي الامه. وهذا المسخوط هذا حتى هوايا هذا نعطيه وبقى مو في بلاش. صبري 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 هاك السايه شقيف هاك سيف صقر دير البوز وغادي حيدي الدك من اللحم حيدي اللحم اللحم هو اللي مشد هاك هي اللي شاده هاك الصقر هاك المسخوط قامت النقاد داير مجاعة مساكن كيما تنزلو معرف ما جابوهمش يلقينا الصيد هاكا شقيف هاكا السيف السيف عندو زرزرتو كبدة كبيرة مسكين هذا ما عندو جذاك انتي بعدا باش ما تبقاش تشوفي هاك 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 خود هذا ما عندو صحة هذا هو لاخر ما عندو صحة وما عندو زهر جوج انا ما عندي زهر هاك نتايا هادو سماتهم ام فاتن هاك الملعوق حتى نتايا باش ما تبقاش تنقبني تفضل هاك على بوك على امك على خوك على الماكله اللي عطيتك ما تحاديني ما تقربني هاك بلاش ما بغاش الملعوق هاكك هاكك قولي مع رصتك هاكي ها انا الخيط معدبه اختي معدبه تما معدبه 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 انا حطيها لك ما كتجري فيها ورا هاكي ورا كنت صافي عرفت
انت دابا حيتها لا ها هي نعطيها وحده اخرى نتاو هذا الطرف كبير هاك يلا يلا نشوفوا الكتاكيت هاكا مونتي هاك مونتي البارح قسطم بالماء سير نتايا فين نعطيك شي طريف صغار خفت بحال ليك تاعك هي هاكا مع راساتو هاك نتايا هذاك صفر كنارة نسيت سمين ليا اللي سمات أم فاطمة هاك نتايا هاك نتا هذا ما عندوش هاك وانا ما عنديش ما تبانو داير اللور هذاك ما كيشوفش بداك الشيء هاك هادي اليوم راه بنتي كتشاركني في اطعام كتاكيت كانوا كيموتوا بالجوع مشكورة يا حبيبتي بكاو داكشي على مزيدك هاك نتايا فكتاكلو طيح ما عرفنا لكم صافي هذا ضعيف مسكين كيشوف فمو دابا كنكبلو من هم الا مشاو بحالو في الحقيقه غادي يبقى فيا الحال بزاف 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 ولكن خصهم يرجعو انتما كما شاهدتوا عمليه الاطعام يعني وما كيشبعوش يعني ولاو كياكلوا بزاف واحد ثلاثه هما اللي قويين هما اللي متسلطين هما اي ماكله جات هما اللي كيبداو هما اللي في المقدمه هادو اللي دائما في المقدمه هاد ثلاثه هاد الشاقيف والصقر والسيف هما دائما في المقدمه وداك الضعف جوج هما اللي كيكونوا اللور كتشاهدوا السطل ديال الماء وكلتهم باش يخليوني نخدم وغادي نمسح هادشي ومن بعد غادي نعطيهم الماء وغادي ندير المعقمات وندير الماء ديال الجافي اللي يعني الدرجه ديالو تقريبا واحد 12 يعني شي شويه وهذا الاب ديالهم في اليسار والام ديالو على اليمين هانتوما وكنعطيهم حتى الماء مره ما كيشربوش دائما الماء من 3 ايام 3 ايام ولا 4 ايام عاد كنعطيهم الماء هانتوما هما يلا كلاو وحالين فمهم شاهدتوا في اول الفيديو اننا كاينه واحد القطعه ديال ربع دولار معدنيه خاصه بالولايات ايداهو والصادره عام 2007 في امريكا كجزء من برنامج الامريكي اللي يعني اللي سكر 4 دولارات خاصه بالخمسين ولاية يعني هذاك 4 دولارات حطوها في واحد 50 ولاية في سنة 2007 كما كتشاهدوا انا كنعطيكم بعض المعلومة باش حتى الى داك تكون عندكم معلومات وتلقاو كيف تحاوروا وتهضروا عن يعني مع الاصدقاء ديالكم باشياء موثوقة ومعلومات موثوقة صافي داك السطل انا درت فيه الماء الجافي كما قلت لكم واحد دائما ناعس على ظهره هذا الاخر دائما ضعيف دائما ناعس على ظهره دائما كيدير واحد الحركات وهما كيديروا داك الحركات ديال علامه التعجب كيقتلوني بالضحك شوف هذاك الصغير واش كيدير هانتوما وحطيت لهم الماكله بالعاني بانني راه بغيت نقوم بالاطعام ديالهم واخا كلاو حيت الام ما بغاتش تمشي في حالها باش حتى ديك الجهه الاخرى نقيسها بالمعقمات وداكشي ودرت واحد الحاجز هكا واحد الكرتونه ماشي كرتونه واحد الخشبه رقيقه حيت هاد الثلاثه ولاو معفرتين وبقاو الجناح ديالهم راه بدا كي شي شويه الجنحين بدا الريش في الجنحين وخفتهم لا يطيحوا هانتوما كنعطيهم وفي نفس الوقت كننظف وكنعطيها حتى هي باش كنثبتها وفي اغلب الاحيان راه كما قلت لكم راه ما كتبغيش تخليني نقوم بعمليه الاطعام الاخر صافي تفشكل ودور عنقو انت شوف كي دايرين هاد الجوج هادو بجوج ما كياكلوش الكميه بزاف هاد الثلاثه هما اللي مجهدين ملي كيكبروا شي شويه هاد الفراخ هادو وكيوليو عندهم شي شويه الجنحين وشي شويه يعني فكيوليو في سن المراهقه او شي شويه هكايا متبتين كيتسمى عليهم كيتطلق عليهم الاسم بكر القرنص بكر القرنص هو هذا الاسم اللي كيتطلق عليهم وكيقربوا البلوغ يعني تقريبا شي شويه سن المراهقه ملي بغيت نوضح لكم اكثر صافي كندير الليكات وكنجيب شي بلاستيك وكنجمع داكشي كامل بالليكات وكننظف مره الاولى ومره الثانيه هذه العمليه كنقوم بها جوج مرات في النهار حتى ثلاثه الا شفت الشرجم تعفن بزاف كنقوم حتى بثلاثه المرات حيت كنخاف من الطفيليات اللي ما كيتشافوش بالعين المجرده كيقتلوني بالضحك ملي كيتجمعوا ويبقاو عينهم كدور فيهم
انتما كما كتشاهدوا زوينين تبارك الله عليهم ما شاء الله. هذا نهار اخر جبت لهم فرخ، وهذا النهار انا تخاصمت معها وقمت بواحد العمليه وقيله فهمتني، قلت لها علاش جايبه لي هذا الشيء الفار باقي حداك تما وانت جايبه فرخ، جايبه فرخ باقي جديد باقي طري. وبقيت كنخاصم قلت لها ويلي وحدي استغفر الله العظيم شهاد العفن وهاد اللصوخ، انا هي تكون نهار معقمه تكون نهار جمعه، وهي فحال ما عجبهاش الحال، كلهم بقاو كيخرجوا عينهم كاملين المجموعه. شوف هي كيف كتشوف فيا ووقفات في بلاصتها، حتى هما وقفوا كثاري هاد الثلاثه هاد المجرمين هادو الثلاثه. شوف كي دايرين بغاو باش نطيح عليهم الضايل، صافي ها هو كيغوت صافي. خاصمت عليها بحال فهمتني، شوف زعما راه تخلع مني، ولكن دائما كيقدم رجلو اللي كيضربني بها. هاد الثلاثه كيضربوني دائما كيقدموا رجلهم. من بعد بقات كتشوف ما عجبهاش الحال، وحق الله العظيم هادشي حي زعما ما زدت فيه حتى حاجه. هي بحال غاو مشات تشوفوا الحركه، ركزوا معايا مع الحركه ديالها، يعني ما عجبهاش الحال وهزاته وطارت، مشات فحالتها غضبات وبقى الفرد تحت رجليها. ومن بعد دوزت واحد شي شويه وهي ترجع. الى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد.